السلام عليكم، حلقة جديدة وفيديو جديد باش نحكيو على ملاعبية الدوليين. أنا أول حاجة نحب نحكي عليها شيء ساعات راك تحبها كتفهمه وتستوعبه وتقول بالك سبحان الله غلط في جوار، بالك شيء مثلا ما نعرفش أنا غلطت في حاجة، بالك شيء القراءة متاعي كانت غلطة، لكن ساعات تدور 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 وتلقى روحك أنك توقعات متاعك ديما تمشي صحيح. أنا باش نحكي لكم مثال بسيط. طبعا احنا شفنا المنتخب التونسي في الميلي تيران، شكون يلعب فيه؟ لعب فيه حمزه رفيع، لعب فيه محمد علي بن رمضان، لعب فيه عيسى العيدوني باهي، ولعب فيه سيف فرجاني باهي. في الملاعبيه هذو الكل، اسكو مجرد سؤال، ادريس الميزوني ما عندوش بلاصه في وسط الملاعبيه هذو اللي كنا نحكيو عليهم، اللي هما راهو حتى واحد ما يشك فيهم. راهو احنا مش جايين باش نقلوا من قيمه الناس، لكن احنا باش نعطيو ارقام معناها نتاع الملاعبيه باش يبدا ضميرنا مرتاح، باش كي نبداو نحكيو على ملاعب يبدا الانسان مرتاح. انا اليوم كي نجي نحكي على ادريس الميزوني يلعب في ليغ 2 في الدوري الدرجه الثانيه الانجليزيه، نشوفه اليوم متحصل تقييم 7.5، سجل هدف الوحيد اللي فاز به فريقه اوكسفورد يونايتد على فريق ستوك سيتي به، لعب 90 دقيقه. باش نعطيكم ارقام، انا قلنا رانا ديما نحكيو ارقام. سجل هدف به، مس الكره 58 مره، من جمله 48 باس 45 ناجحين، معناها بورسنتاج نحكيو على 94%. لي باس في البروفوندور من 3 زوز صحاح، تير كادري 1، ثنائيات الارضيه من 3 ارباح 2، خسر الكرة 5 مرات، عمل الفوت أرجو 1، مو الباقي ماهمش مهمين برشا، لكن هذه أرقام، أرقام تاع ملاعبي اللي كنا نحكيو عليهم. اسكو ما يستحقش يكون موجود في المنتخب الوطني التونسي؟ ما يسألش، مو ساعات الإنسان لكل سائل أن يسأل. معناها أنا كي نشوف، والله شوف مانيش نفرق ولا نعمل في حساسيات، لكن أرقام. أنا كي نشوف مثلا تستدعى ملاعبي يلعبوا في الدوري الخليج معاهم بطولة تونسية معاهم الكل، اسكو زعما لهالدرجة معناها الملاعبي هذا ما يستحقش نظرة من الإطار الفني للمنتخب التونسي؟ ولا احنا الميليو تيران تاعنا معناها كومبلي وفي ملاعبية على مستوى عالي وناس تلعب في السيتي وناس تلعب في الريال وناس تلعب من عنش دراوين باش ما ياخذوش حتى فرصة؟ فرصة يا رسول الله انه يكون موجود السيد هذايا؟ ميم با، انا ما نتذكرش. انا لا نتذكر في عهد جلال القادري كان تحكي عليه الملاعبي هذا، وبالرغم انه هو من وقتها قاعد يكون فيرمي، ولا سمعت في البريود اللي فاتت ولا سمعت في بريود الراجل الكبير توا، معناها كونه فما مساعي لضم الملاعبية هذه اللي انا راني هاني حكيت عليه، وراني نستنى في دعوه المنتخب الوطني التونسي. راهو الانسان اللي يتالق وديما تحكيو ارقام وتحكيو على بيرفورمانس، هانا باش نحكي لكم على بيد اللي يتالق توا. ريت الملاعب اللي يتالق رانا ما عندنا حتى مزاي باش نجيب نحكيو عليه به. من ملاعبي ادريس الميزوني باش نتعديو ونحكيو على حنا بعد المجبري اللي ثالث مقابلة ليه مع فريقه، يلقى روحه موجود في التشكيلة الأساسية في بوست جديدة تقريبا عكس البوستوات اللي شفناها من قبل. يمكن شفنا شوية في مانشستر يونايتد كان كاور في البوست هذي، وشوية مع جلال القادري كان كيف كيف زاد استعمل الملاعبية هذي كونه هو يكون ميليو تيران ويكون كوم ريجيسور تحت لتاكون. قول قائل الخصال الفنية لحنا بعد المجبري، اسكو هو الملاعبي اللي باش يلعب تحت تاكون اللي مستانس مثلا باللي باس في البروفوندور اللي يفسخ زوج وثلاثة ملاعبية؟ نقولوا اللي الحكايه هذه مش هذاك لوبجيكتيف نتاع المدرب وقت اللي يستعمله في البلاصه هذيك. راهو يكون ملاعبي يلعب كوم ريجيسور ويكون اكثر منه، معناها نوع معناها فكيك، راهو باش تعمل به الضغط العالي على ليكيب ادفيرس باش ما تنجمش تخرج الكره مرتاحه وتلعب التيكي تاكا نتاعها وتخرج بالكره نظيفه. خاطر فما مثال فرق تعتمد على خروج بالكره من تالي، فما فرق تعتمد على طيش طيش وسطح سطح ومن بعد يهبطوا الكره يلعبوا في القاعه. دونك هذه الحاجه اللي عملها اليوم حنا بعد المجبري فوق ارضيه الميدان به. قبل ما ندخلوا في الديتاي نتاع الماتش اللي تحصل على تقييم 6.8، ارقام محترمه جدا، نحكيو على 73 دقيقه كان لعب فيها به، عمل 15 مباس 10 اصحاح معناها بنسبه 67%، مس 27 كوره به، لي باس في البروفوندور عمل باس واحد، باس كلي عمل باس كلي، تير نو كادري واحد باهي. في الثنائيات الأرضية من 4 ارباح 2، معناها خلينا نقولوا اشتر،
وفي الثنائيات الفضائيه من زوز ربح واحده ضيع الكره 7 مرات به. ارقام ماهيش خايب. الملياء بهاني قلت لك راهو لوبجيكتيف الاول الحنا بعد انه راهو يقوم بالدوري اللي عطاه له المدرب، معناها من الاخر عطاك انك باش تعمل يكرون على الديفونس، انك باش تسكر، انك باش ما تخليش الفريق المنافس يخرج بالكره صحيحه. وهذه الحاجه اللي صارت اللي خلات معناها حنا بعد المجبري برشا اجريسيفيتي في اللعبه نتاعو. حنا بعد المجبري اللي تقريبا معناها كي تشوف الفريق المنافس ليز يونايتد الجمهور يزفر عليه تفهم اللي هو راهو بلغه الكره فددهم برشا، فددهم في التيران بسم الله ما شاء الله. كي النحله يتحرك منا يمشي من غادي يفك من هنا من على الشنا كيما تعرفوا حنا بعد دم سخون. لكن الحاجه الوحيده اللي ديما نرجع نقولها اللي حنا بعد لازم يطيح شويه في التونسيون، ما يدخلش في النقاشات الزايده خاطر فما يذولي كارتون كان تحصل عليها بحكايه فارغه، معناها ما كانش ينجم يستحق، كان ينجم معناها كيما نقولوا احنا ما يدخلش خاطر وقتها اللي كانت الفوت ما صارتش عليه هو، لكنه هكا اللي نقولوا احنا هكا شدته شويه النغر على زميله وعمل لك الشو نتاعو. نرجعوا ديما للاصل الشيء ونقولوا حنا بعد مازال راهو باش يتطور. المدرب هذا تحسوا معناها عاطي شونس كبيره لحنا بعد المجبري اللي جاتو راهو قبل برشا عروض ومنهم فريق ليدز يونايتد، دونك لهنا يلقى روحه انه باش يختار فريق، اختار فريق باش يضمن له المشاركه، مدرب ممن بالامكانيات نتاعو المزيد من العمل والعوده للمنتخب الوطني التونسي، لانه حنا بعد المجبري هو المرئيات للمنتخب الوطني التونسي. انا راني غدوه ما نستناش من الملاعبيه الشياب باش يكوروا في المنتخب، تعبيت تحكي على 2025 تحكي على 2026 كاس عالم وكوب دافريك، بجاه ربي باش تكون باش تلعبهم كاس العالم وكوب دافريك، باش نلعبهم بملاعبي عمره 35 سنه خطاوة الناس معناها تستبهل فينا معناها ولا شنو هي بالضبط؟ شنو باش نسميه انا منتخب شياب ولا فما كلام عيب راهو. مستقبل المنتخب التونسي في ادريس الميزوني، مستقبل المنتخب التونسي في حنا بعد المجبري، مستقبل المنتخب التونسي في انيس بن سليمان، هذا مستقبل المنتخب. من بعد تو نجيو نحكيو على البقيه، نكملوا مع الملاعبيه ومازلنا باش نتعداو ونحكيو على لاعب فريق نادي نيس اللي اول مقابله ليه في الدوري الفرنسي. الحقيقة من الأرقام معناها اللي عملها ممتازة جدا. لهنا باش نحكيو على لاعب علي العابدي، باه تحصل على تقييم 6.8، أرقام 21 دقيقة، مس 16 كورة، لعب 9 باسيت منهم 8 صحاح بنسبة 89%، باس كلي عطا باس كلي، زوز من 3 ثنائيات ربح واحدة، زوز ثنائيات فضائية ربح واحدة، ضيع الكره 3 مرات. اما انا كي نشوف علي العابدي البيرفورمانس معناها اللي قدمها في وسط اللقاء والمقابله كيفاش هبط ولونفي والحب يربح واللي معناها كان متسبب في ضربه جزاء، معناها حتى انسان معناها يتفرج في الماتش يقول لك راهي هذيك صارت ضربه جزاء وبينالتي على الملاعبي ما فيهاش كلام، ما تناقشنيش من غير ما تحكي لي حتى موضوع، خاطر الملاعبي معناها هبط صار عليه تدخل ضربه جزاء. وحتى من الناس اللي تحب لوام وراو كي نقولوا تحب لوام المناصرين نتاع لوام معناها اعترفوا قالوا اللي فما ضربه جزاء على العابدي. اول ماتش 20 دقيقه تعمل ارقام محترمه، راني ما نتصورش غدوه علي العابدي مش يكون موجود في الفريق وفي التشكيله الاساسيه خاطر كيما نعرفوا راهو تقريبا قداش ارتاح معناها ميم با رجع مع المنتخب الوطني التونسي ترينا زوز ثلاثه سيونسيت بالاكثر، معناها تروحوا نهار السبت موجود في الفريق ان شاء الله في قادم الماتش ويتي قال بلاصتو ويكون بيس متريس في فريق نادي انيس اللي راهو شوف ثمرة العمل الاجتهاد انك تجيب النتيجة وتثبت مكانك في التشكيلة الأساسية. باه هذو لاعبي المنتخب الوطني التونسي باش نخدمو بيان فاليري اللي كان موجود في فريقه. الحقيقة الحاجة يمكن اللي انا ما فهمتهاش معناها راجل كبير قالهم يان فاليري مضروب مضروب باهي انا باش نمشي معاك، مثلا نقول مثلا هكا فرضا جدلا خويا باش نمشي معاك نقول مضروب، هي ما كيفاش مضروب وبعد يلقى روحه يكور ونلقاه اليوم يتحصل على تقييم بسم الله ما شاء الله معناها 7.2. مس الكره 39 مره، 24 باس منهم 19 صحاح معناها بنسبه 79%، باس كلي واحد، ثنائيات الأرضية من 5 ربح 3، ثنائيات فضائية من 4 ربح 1، ضيع الكرة 8 مرات حصل تقييم 7.1. بعد ما تلقاش في المنتخب الوطني التونسي بتعلت مضروبة في الكلمة ذاك، تو نزيدو نتأكدو أكثر في قادم المرات باش نشوفو واسكو باش يتم استدعاء لاعبي المنتخب وإلا لا. دونك هذه كلامنا كان على المنتخب الوطني التونسي، أبرز الملاعبية اللقاءات نتاعهم، إن شاء الله تنرجعو في قادم الفيديوهات. ميرسي بوكو على مشاهداتكم، الصحة، نتلاقاو في فيديو جديد.